عندي تقرير، التقرير عن المشغولات النوبيه، بعديه على طول ببدا لقائي على الهواء معاكم عن الرياضه وقد ايه مهمه جدا جدا، يا ريت او الى درجه ان احنا يا ريت نخليها من الروتين اليومي لحياتنا. فنعود مره اخرى بعد التقرير. اسم المنتجات هي بتتنوع وبتختلف، ده التراث النوبي بتاعنا بيختلف ما بين شغل الخرز والخوص النوبي والتطريز والكروشيه، وفي تركيبات البخور العطريه، وفي منتجات تانية زي الصابون، وفي منتجات اللي هي كروشيه مختلفه، وفي اللي هو تابلوهات مرسومه. بالنسبه للبرنامج البرامج التدريبيه الموجوده عندنا، بيتم الاول تدريب السيدات على مجموعه برامج تدريبيه زي الطباق، الخوص، الخرز، الكروشيه. دي اول حاجه بنبتدي فيها، هي قنوات بنبتدي في قنوات التدريب. الخطوه الثانيه ان احنا بنبتدي نساعدهم على العمليه التسويقيه. العمليه التسويقيه بننزل من خلال معارض من يعني مختلفه في اماكن مختلفه. بعمل حاجات نوبيه هنا، معيضات نوبيه هاند ميد، حاجات هاند ميد بتاعتي، وطبعا زي النوبي، وبعمل في الكوري النوبي، قص النوبي، وعندي مشغولات يدويه كروشيه. انا اتعلمت كروشيه من مامتي الله يرحمها، هي اللي علمتني دي، قالت لي ده يعني مهنه كويسه جدا، و يعني مع تناول الشغل بعمل كذا حاجه يعني الحمد لله. بعمل شنط كروشيه، بعمل طواقي صغننه كروشيه برضه، وفي حاجات برضه منتجات نوبيه كالكاديه طبعا كده، يعني كل ده اسواني. في الطباق النوبي زي كده انا برضه اللي بعملها، يعني انا بعملها وفي اصحابي برضه بيعملوها. العروسه اللي انا عملت مانيكان عروسه نوبيه باللبس النوبي بتاعي، حسيت انها ملفتة للنظر جامد جدا جدا، ودي حاجه يعني كتير قوي بيستعجبوا عليها، اقول ازاي تعمل عروسه فيها شبه مني جامد باللبس النوبي طبعا مش زي النوبي. وبعدين بنشتغل بقى نتكلم عن النوبه ساعات، يعني اي كدولي بالنوبي تفديكي، يعني انا بحبك، انت كويسه، ثقي في صحتك، زي عامله ايه كويسه كده، كل ده عن النوبه الحمد لله. اهلا بيكم معانا في بدايه لقائي على الهوى، وبتكلم فيه عن الرياضه، وهيفوز كتير جدا بمكاسب على اخر الشهر فعلا اللي هيلتزم برياضه، يعني نقول مش كل يوم حتى يوم او يوم لا، واللي هيلتزم ببرنامج غذائي جنبه، واللي سايب نفسه بقى كده رمضان بيستمتع على الاخر ومش بيتحرك ده هيندم متهيألي. معانا الكابتن احمد عبد الله، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. حضرتك مدرب لياقه بدنيه، وفي ناس كتير قوي الرياضه بالنسبه لهم في رمضان صعبه، وفي ناس ما شاء الله عليهم بشوفهم، والله بفضل اقول ما شاء الله، لان انا بشوف قدامي يعني قبل الفطار ورغم العطش رغم الجو كتير بيبقى مش حلو، الا ان هم بيلتزموا بالساعه او اكتر، وبيقولوا ان دي بتخسس اكتر، فمش عارفه المعلومه دي صح ولا لا. طبعا في البدايه لازم ننوه ان الرياضه المفروض تبقى جزء اساسي من روتين اليوم بتاعنا، ما ينفعش ان احنا نحدد ممارسه الرياضه لاوقات معينه او لمواسم معينه، وده طبعا لفوائد كتير قوي هنتكلم فيها برده مع بعض. بخصوص الوقت الحالي اللي احنا فيه، الناس اللي بتبعد عن الرياضه في رمضان طبعا يعني اقول لهم يا جماعه ده ما ينفعش، احنا في رمضان شهر صيام وشهر بنريح فيه المعده بتاعتنا، وهركز قوي على الكلمه دي، احنا بنريح معدتنا في رمضان مش بنتعبها. أيوة. بخصوص ممارسه النشاط الرياضي، في كذا وقت ممكن نعمل فيه ممارسه رياضه. طب انا عايز اسالك على الوقت، هل فعلا قبل الفطار في الساعه اللي هي ساعه الصيام او الساعتين دول الجسم فعلا بيفقد فيهم وزن؟ لان في ناس حريصين قوي عليهم، يحبوا يعملوا رياضه وهم صايمين مش بعد الفطار. التمرين قبل الفطار مفيد جدا للناس اللي عايزه تخس، الناس اللي عايزه تحرق كميه كبيره من الدهون هيكون افضل ليها ان هي تعمل الرياضه بتاعتها قبل الفطار. وده لان في الفتره بتاعت الصيام الدهون بتاعتنا بتبدا
على حسب الرياضه اللي احنا هنعملها تبدا تشتغل على حرق الدهون، وبنراعي ان الفتره بين ممارسه الرياضه وبين الفطار ما تكونش كبيره، والرياضه اللي همارسها قبل الفطار ما تكونش عاليه الشد، تكون رياضه سهله بعملها وانا مستمتع وفي نفس الوقت مش بعمل مجهود جامد زي رياضه المشي. ده علشان طبعا ما يجيلناش هبوط. ده طبعا عشان جسمنا ما يفقدش سوائل كتير. ايوه، فممكن يحصل هبوط، ممكن يحصل، وطبعا متهيألي بديهيا يعني يفضل ان الناس اللي عندها اي مشاكل صحيه تستنى بعد الفطار تعمل الرياضه المناسبه ليها، ولا ايه؟ ده طبيعي، اي حد هيكون عنده اي مشاكل صحيه خصوصا مرضى السكر او مرضى القلب او الامراض المزمنه، ممارسه الرياضه بالنسبه لهم لازم تكون بعد الفطار، ومش بعد الفطار مباشره، بعد الفطار من 3 لـ4 ساعات عشان ندي فرصه لعمليه الهضم ان هي تتم بصوره سليمه. ايوه تمام. بخصوص الرياضات اللي ممكن نمارسها قبل الفطار، رياضه المشي، ركوب الدراجات، دي رياضات منخفضه ومتوسطه الشد عشان ما نعرضش جسمنا لحاله من الجفاف او من الاجهاد العام. ايوه. بالنسبه بقى لاسلوب التغذيه كمان المناسب للحاله اللي احنا بنتكلم فيها، رياضه قبل الفطار او بعد الفطار، اسلوب التغذيه اللي هو ما احرمش نفسي، يعني انا كنت لسه بقول للشيف اقول احنا هنرجع لك وانا معايا النهارده كابتن وبنتكلم على الرياضه، هيك بيكلمني على الكنافه، هو يعني قول لي نظام احرم نفسي خالص ولا ممكن حته صغيره كده كنافه وما تخنش؟ والله طبعا. او قطايفايه. الكنافه او الحلويات بصفه عامه طبعا يبقى فيها كميه سعرات حراريه عاليه جدا، وطبعا انا ضد مبدا الحرمان، حتى لو بالكريمه والمهلبيه والقشطه، حتى لو باي حاجه، ما ينفعش نحرم نفسنا من اي حاجه احنا بنحبها، لان الحرمان من الحاجه هيزيد الشعور للحاجه بيها، فاحنا ما فيش مشكله لو خدنا يعني حته كنافه صغيره، حته قطايف، مش مره في الاسبوع معنا. يعني ولا كل يوم؟ مره في الاسبوع، مرتين، على حسب النشاط اللي انا بعمله. ما انا ما كنتش قاعد في البيت مش بعمل اي نشاط رياضي وقاعد اكل كنافه وقطايف وحلويات، لا طبيعي ان انا هيحصل لي زياده في الوزن في رمضان. طيب هو الغالبيه عموما بيحصل زياده، ويعني لما بنقول ان احنا ثبتنا في وزننا في شهر رمضان ده يبقى احنا انجزنا، ومن القليلين بقى اللي بيطلعوا هم داخلين على الصيف خفاف كده يعني، والصيف ما يعني خلاص احنا ما بنعرفش نخبي، ما فيش بلاطي، ما فيش جاكيتات، فكلنا طبعا حريصين جدا ان احنا نحاول على قد ما نقدر حتى في النص التاني ده اللي احنا فيه من رمضان ان احنا نوازن شويه في اكلنا. طيب انا لاحظت في فيديوهات اللي انا اتفرجت عليها لحضرتك قبل اللقاء، لقيت معظم الرياضه اللي بتعملها او اللي طالعه في الفيديوهات داخل المنزل مش خارج المنزل، ايه السبب؟ احنا طبعا كلنا عدينا بفتره كورونا، فكان لازم ان احنا نمارس رياضه عشان ما ينفعش يكون عندنا اي عذر. يا جماعه احنا ما عندناش اي سبب يخلينا ان احنا ما نمارسش رياضه حتى لو في المنزل، والفيديو طبعا ابسط دليل على كده، عشان مش هينفع ما نحركش الدوره الدمويه بتاعتنا، عشان لازم نحرك المسلز بتاعتنا، لازم نحرك عضلاتنا عشان ما يحصلش مشاكل السمنه، مشاكل القلب، الضغط، السرطان. الرياضه في حد ذاتها بتقوي المناعه بتاعتنا كلنا، فلازم نعمل رياضه حتى لو في المنزل. فانت حضرتك بتوري ايه انواع الرياضه اللي ممكن تتعمل في المنزل، بس هل ليها نفس تاثير حد بيروح الجيم مثلا او بيلعب رياضه في الخارج؟ ليها نفس التاثير؟ نفس التأثير. هو فكرة الرياضة ايه؟ ان احنا بمجرد بنوصل النبض بتاعنا لحد مستوى معين يبدأ يحصل عملية الحرق، تبدأ الاستفادة من هنا، تبدأ مناعتنا تبقى أحسن، يبدأ شكلنا يتغير، نبدأ حتى الحالة المزاجية بتاعتنا، وده حاجة أنا دايما بنادي بيها ان احنا مش بنمارس رياضة بس عشان الشكل وعشان خاطر نتخن عضلات أو نخس دهون، لا احنا بنمارس الرياضة عشان خاطر نحسن الحالة المزاجية بتاعتنا عشان نفكر سليم. دي بقى نقطة مهمة قوي، يعني انا مش هكتفي ان حضرتك تشير ليها كده اهوت ونعديها ونروح لموضوع تاني. اذا كنا بنتكلم صحيح على الرياضه عشان جسمنا وعلشان صحتنا البدنيه لا يقل عن صحتنا النفسيه، بالعكس ده اهم. الرياضه بتفرق قوي، عن تجربه وعن تجربه ناس كتير، حاجه يعني مش بنناقشها، دي معلومه مؤكده. ايه السبب ان انا لما حتى بتمشى بس الاقي نفسي راجعه، لا انا سهني كده في حال الصفاء، بعرف افكر صح، بعرف اخد قرارات صح. دي بقى هيفيدنا فيها اكتر العلماء المتخصصين في الحاله النفسيه او علماء النفس او الموارد البشريه بصفه خاصه، ان بمجرد ما بنبدا نمارس نشاط رياضي في هرمون احنا كرياضيين بنسميه هرمون السعاده بيبدا يفرز، تحسي بعد التمرين انت مبسوطه كده وسعيده وحاسه ان انت نفسيا احسن. ايوه. ففعلا كل دكاتره العلاج النفسي بينصحوا بممارسه النشاط الرياضي لعلاج حالات الاكتئاب كمان.
ده فعلا دي حقيقة فعلا، يعني ضمن خلاص الروشتة العلاجية الرياضة. زي ما نقول تمام. ايوه حضرتك كان ليك نصايح عامة بعيد بقى عن ناكل ايه ونلعب رياضة بعد ولا قبل ولا ايه، كنت بتكلم عموما على مثلا طريقة الجلوس ودي ولو ما كناش بنقعد صح ازاي ده تأثيره على فقرات الرقبة، ممكن على آلام في الظهر، على فنحب ان احنا نقول للناس النصايح دي. مبدئيا يا جماعه احنا القعده الصحه بتاعتنا احنا المسؤولين عن شكل جسمنا واحنا قاعدين، احنا اللي بنتحكم في شكل القعده بتاعتنا. انت بايدك تقعد كده، باختيارك تقعد كده، وباختيارك تقعد كده. وده في الفتره الاخيره طبعا مع انتشار التكنولوجيا وكل الناس دلوقتي معاها موبايلات، بالتاكيد موبايلات ذكيه، فبنمسك الموبايل واحنا ماسكين الموبايل الناس غصب عنها بتلاقيه عامل رقبته كده. ففي الجاذبيه يا جماعه بتبدا تشد راسنا كده، في تحميل حصل عند الفقرات العنقيه هنا، يبدا يحصل لنا مشاكل والام العمود الفقري. ده بسبب ان احنا قعدنا غلط بس، يبقى احنا كده هنعمل مشكله لرقبتنا لو بصينا كده، وهنعمل مشكله لظهرنا لو قعدنا كده. والقعده دي مش بس في البيت، القعده دي حتى لو احنا سايقين العربيه بتاعتنا برضو نراعي ان احنا قاعدين كده، جسم مفرود، رقبتي مفروده. غير بقى ان احنا بنعمل وقايه لنفسنا من الامراض. هنخلي البتاع معلش، هو كان في فيديو شغال يهمني قوي طبعا. يعني ما حبيتش بس اقطع، مش عارفه ممكن نشوف الفيديو تاني ولا لا، علشان نعرف ايه اللي بيحصل، يعني بتعمل ايه بالظبط، والتمرين اللي كان بيحصل ده بيحصل لايه. تمام. انا بس ما حبيتش، وممكن نعيد للمشاهدين اهو. بص الفيديو بدا. تمام. حضرتك تقدر تبص قدامك الفيديو اهو. تمام. ده التمرين اللي بنعمله دلوقتي، ده التمرين من تمارين الاحماء، وده اساسي لازم نعمل الحركات دي قبل ما نبدا نعمل تمارين للبطن او للظهر. تمام. التمرين ده يا جماعه عشان نبدا نعلي معدل ضربات القلب بتاعتنا، ونبدا نوصل الدم بصوره منتظمه للعضلات عشان ما يحصلهاش كرامب شد عضلي واحنا بنتمرن، وفي نفس الوقت نوصل لاعلى استفاده من التمرين اللي احنا هنعمله. ده ستريتش، يعني كاني بسترتش قبل لا دور ولا ده ايه؟ ده دور مبدي عمليات الاحماء. احماء اللي هو لسه انا ما دخلتش عملت التمرين الاصلي بتاع اللي هيخسسني. دي عمليه احماء مهمه قوي. ده كده احماء، لازم اعمل التمرين ده قبل ما ابدا بقى تمارين بطن، تمارين ظهر، ده جامب من جاكس. ده برده بنحرك عضلات ايدينا وعضلات رجلينا، وبرده منطقه الكور عندي ومنطقه البطن عندي مشدوده. اوكي. بنراعي دايما واحنا بنعمل التمرين ان احنا ننظم عمليه التنفس، ما ينفعش اكتم نفسي ابدا وانا بتمرن. ده لازم حقيقي. اعمل شهيق وزفير بصوره منتظمه عشان اوصل الدم بصوره كويسه للعضلات. لا النصايح دي مهمه قوي، عايزاك تستمر، يعني فعلا ساعات الواحد علشان يقدر يعمل المجهود بكتم نفسي. انت بتقول دلوقتي حضرتك لا ناخد بالنا قوي من نفسنا ونعمل شهيق وزفير. دي المسؤول حاجة عن عمليه التنفس هو الاكسجين، لو انا ما خدتش اكسجين بصوره منتظمه مش هوصل الدم بصوره منتظمه للعضلات. ايوه. يبقى انا كده مش هاخد الفايده التكنيكيه بتاعه التمرين بتاعي، بلس بقى ان انا هعمل لنفسي مشكله، ممكن اعمل لنفسي مشكله فتاء. بسبب ان انا كتمت نفسي، ما انا خدت نفس ومش عارف هيطلع منين النفس. ايوه. فحضرتك بتقول ان احنا ما ندخلش على الرياضه مره واحده. تمام. في حاجات المقدمات اللي احنا زي لازم عمليه الاحماء ده اساسي اللي شفناها دي. ودي من ضمن التمارين اللي هي في البيت، بس انا كده ما خسيتش كالوريز كتيره لغايه دلوقتي. تمام. يعني انا ما شفتش لسه تمرين ممكن اعمله جوه البيت واقدر اقول ان هو هيخسس منطقه معينه مثلا انا عندي. ما احنا لسه كده ما اتفقناش على المده هتكون قد ايه. طب أنا عشان أنا عايز أعرف من التمرين بتاعي المدة بتاعتي مش هينفع تقل عن 25 دقيقة بالورم أب، بالتمرين بتاعي بالحركات اللي احنا بنعملها دي لازم الورم أب بتاعي يكون على الأقل 5 دقايق، وبعد كده أبدأ أعمل التمرين بتاعي. أوكي. ما يهمش قبل الفطار، احنا بتكلم في العموم دلوقتي. لو قبل الفطار يعني هنخلص التمرين ويكون ناقص على الفطار مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع، عشان خاطر ما إيه ما بعدش المسافة بين الفطار وبين التمرين. أوكي. وخلينا برضو احنا مش بنتكلم بس حتى على رمضان، احنا بنتكلم في العموم. احنا زي ما اتفقنا في الاول ان من اهمية الرياضة يا ريتها تكون جزء من روتين حياتنا، روتين لازم نعمله زي ما بنلاقي كده الناس في الخارج عادي قوي ان هم من ضمن برنامجهم اليومي الرياضة. ده حقيقي. وعلى فكرة مفيش نوادي هناك كتير ولا الا بقى لو جيم او كده، لكن احنا عندنا نوادي رياضية، مراكز شباب، هم هناك في اي مكان. انا شفت فيديو حضرتك لواحد بيستغل عمود حديد ورابط فيه حزام وبيلعب رياضه. تمام. يعني وشعاره ان الرياضه في اي وقت وفي اي مكان. الرياضه في اي وقت وفي اي مكان. وبرضو احب انوه من خلال المنصه الكريمه بتاعت حضرتكم ان الرياضه ملهاش سن معين.
يعني ما ينفعش اقول انا عندي مثلا 70 سنه او 80 سنه وما ينفعش اقول انا ابني عنده 3 سنين ما ينفعش يمارس رياضه. الرياضه ما لهاش سن معين، لازم نمارس الرياضه. تبدا منين عند الاطفال؟ من اول 3 سنين. وعند الكبار اكيد يعني في سن معين ما ينفعش، لحد يعني ربنا يدينا الصحه وطول العمر كلنا لحد ما نموت نمارس رياضه. ما فيش اي سبب، طول ما حضراتك بتتمتع بصحه وتقدر تتحرك ما فيش اي سبب يخليك ما تمارسش رياضه. انا بشوف الكلام ده لقطات بصراحه ما بشوفوش في مصر كتير. مش عارفه حضرتك بقى بيجي لك فعلا ناس مثلا 70 سنه او تحت او فوق شويه وبيتمرنوا؟ انا شفت لقطات في الخارج ناس ورياضه ايه، عجل وحاجات يعني باتيناج اللي هو والسكوتر لكن هنا فيه لحد اللحظه دي بحكم شغلي طبعا، انا لحد اللحظه اللي بتكلم معاك فيها دي معايا ناس فوق ال 70 سنه بيتمرنوا وما شاء الله يعني صحه كويسه وفيتنس عالي جدا. تفتكر الرياضه ساعدتهم ان هم يوصلوا لغايه ال 70؟ يعني اللي لاحظته عليهم ان ستايل حياتهم الرياضي هو اللي خلاهم يوصلوا لل 70 يبقوا باللياقه دي؟ دي حقيقه. العضلات بتاعتنا لو ما مرناهاش، لو ما عملناش عمليه تنشيط للعضلات بتاعتنا، العضلات بتتعب وبتموت. لكن طول ما العضله عندي بحافظ عليها وبهتم بيها هتفضل تعيش معايا لاطول فتره ممكنه. طيب احنا قدامنا فيديو تاني، عايز اعرف حضرتك بتعمل ايه هنا وبغرض ايه؟ ده كده تمرين لعضلات البطن. هنلاحظ كده هنا وضعيه الرقبه بتاعتنا لازم تكون مفروده، ونخلي المسافه بين كده. احنا دخلنا على تمرين بقى لعضلات البطن السفليه. اوكي. ده بيشد منطقه البطن اللي هي السفليه من تحت. حضرتك بتقول يعني تمرين زي ده انا المفروض اقعد 25 دقيقه اعمله؟ لا طبعا، احنا بنقول مكونات التمرين كلها، يعني ده مع الورم اب مع التمرين اللي كان قبليه مع التمرين اللي بعديه مع التمرين اللي لسه هتتعمل تاني، ده كله مدته 25 دقيقه. اجمالي التدريبات اللي هنعرضها او عرضناها مثلا اجماليه 25 دقيقه. حوالي 25 دقيقه، ده كمان ده بالراحات. احنا في التمرين ده احنا بناخد بريك بين كل حركه والثانيه 30 ثانيه على الاقل. اوكي. فاحنا مش 25 دقيقه شغالين دايركت، لا احنا 25 دقيقه شغالين بنعمل كل حاجه. وده تمرين مهم قوي بقى، كويس ان برده ان هو اتعرض دلوقتي. التمرين ده مفيد جدا لعضلات الظهر. الناس اللي بتقعد كتير وبحكم شغلها طبعا ان هي بتقعد كتير لازم تعمل التمرين ده عشان تقوي عضلات الظهر، عشان نحمي نفسنا من عمليات الانزلاق الغضروفي. عايز اقول لك نسبه كبيره جدا من المصريين، ومعرفش ايه سببها برضو لو في اجابه عند حضرتك، بيعانوا من الام الظهر السفليه او الظهر عموما. فالتمرين ده بيساعد؟ ها، التمرين ده بيقوي عضلات الظهر طبعا حسب الحاله الصحيه او حسب مستوى الاصابه عندنا هيكون ايه. انا بالنسبه لنا قلنا القعده الصح الوقايه خير من العلاج. ده القعده الصح دي ده احنا نتبعها مع ولادنا من صغرهم، من اي يعني من قبل ما يبقى في عيب في الظهر. تمام. حضرتك عارف ان ده بيعمل عيوب في الظهر. دي حقيقه فعلا حضرتك، صعبه في العمود الفقري يعني. وبرده يعني برده ندي لاولادنا الصغيرين برده نصيحه، الاطفال من اول سن سنه لحد 3 سنين دي مرحله نمو، فهنحاول نعمل لهم اطالات لعضلات رجليهم عشان ما يحصلش عندهم مشاكل تقوس العظام وفي نفس الوقت مشاكل قصر القامه. العضله لو عملنا لها ستريتش العظم بتاعهم هيكبر بصوره سليمه فمش هيبقى فيها تشوهات. ازاي نعملها دي حضرتك؟ الاطالات دي حضرتك يعني بنخليهم نايمين على ظهرهم ونفرد رجلهم ونشدها بس لورا. نشد رجلهم لورا. يعني تخلي رجلهم مفروده وهم نايمين على ظهرهم ونرفعها لفوق بس كده بالراحه. لفوق. لفوق. على قد ما نقدر ولا لا يعني؟ على قد ما نقدر لحد ما نوصل لحد كتفهم مثلا او لحد زاويه حاده. دي مهمه قوي. دي مهمه عشان تحافظ على الاولاد بتوعنا ان هم ينموا بصوره سليمه بدون اي تشوهات في القوام بتاعهم. ده ابتداء من 3 سنين، من اول سنه لحد 3 سنين، من سنه، من اول سنه، من سنه. اوكي. طيب انا عايزه اعرف برضو احيانا بيقال ان بالنسبه لسن معين، بتكلم على سن معين، المشي مفيد قوي لهشاشه العظام، وفي نفس الوقت لازم يكون بوقت معين والمده معينه لان كتير مضر برضو للعظام. فهل دي معلومه حقيقيه؟ يعني مثلا بيقال اتمشي ساعة لربع ساعة بالكتير، لكن ساعة ونص ساعتين ممكن بعد سن معين بالعكس يضر العظم بتاعك. دي حقيقة فعلا. هو ليه هشاشة العظام بتحصل؟ أو احنا ليه بننصح الناس ان هم يتمشوا؟ الهشاشة بتحصل بسبب ان التحميل بيبقى جامد طبعا مع عوامل السن والكلام ده كله، التحميل بيبقى على العظم بس، على العظام بس. فلو احنا عملنا تقوية للعضلات بتاعت الرجلين وده من خلال المشي، لأن المشي هو أساس اللياقة، بنبدا ان نخفف الاعراض بتاعه الوجع بتاعه الهشاشه وفي نفس الوقت بنزود العمر الافتراضي بتاعها. ايوه، لان احنا خلاص التحميل ما بقاش على العظام فقط، بقى التحميل على العضلات كمان معاها.
اوكي، فده مهم قوي عشان كده لازم لازم نتمشى. طيب بتلاحظ دايما ان دلوقتي من خلال شغلك بقى فيه اقبال اكتر على الرياضه من الشباب؟ والله طبعا ولا لا قول الحقيقه، شكلك عايز يعني فعلا في اقبال وبقت في وعي باهميه الرياضه. الحقيقه طبعا يعني انا بشكر القياده السياسيه بتاعتنا طبعا، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني صاحب مبادرات كتيره جدا على ممارسه النشاط الرياضي. ايوه، وابسطهم حتى المبادره بتاعه العجل. تمام كده، فلا في توعيه وفي دلوقتي اقبال كتير جدا من الناس على ممارسه النشاط الرياضي. كل الناس دلوقتي بتمارس رياضه، واللي مش عارف حتى يمارس رياضه عن طريق ان هو ينزل الجيم او هو يروح نادي او كده بيقدر يمارسها في البيت عن طريق الاونلاين. التكنولوجيا دخلت كل دلوقتي مكان دلوقتي بقت منتشره بجد، مجموعه فيديوهات اونلاين يعني خطيره حلوه قوي. لو انا عندي اي مساحه في البيت في السطوح في اي، اللي عايز يلعب هيلعب، ما يعني ما عندناش حجه خلاص كده، هنمارس رياضه هنمارس رياضه. وحتى الادوات يعني بيحاولوا ان هم يتغلبوا على مشاكل الادوات الرياضيه بان هم بيركبوا وبيصنعوا حاجات. فيعني انا سعيده قوي بالفيديوهات دي، بان الشباب بقوا مقبل على الفرجه لدرجه ان مدربين بقوا مشاهير، يعني بقوا نجوم، اسماء فعلا. مدربين من اونلاين من انستغرام او فيسبوك بقوا نجوم دلوقتي. دي حقيقه فعلا. احنا ما عندناش يا جماعه اي سبب ان احنا ما نمارسش النشاط الرياضي، احنا بمجرد ما عملنا حركات بوزن جسمنا احنا كده هنستفيد وهنوصل لشيب كويس وهنعلي اللياقه بتاعتنا وهنحسن الحاله المزاجيه بتاعتنا. نتمنى ان النصايح دي او كلام حضرتك يوصل لكل شاب وكل كبير بقى. احنا اتفقنا خلاص الرياضه من لازم سن، ولو نحن. عندك نصائح اخيره عايز برضو توجهها للمشاهدين. طبعا احنا في شهر رمضان، شهر رمضان الكريم، هقول لكم يا جماعه على الترتيب بتاع الاكل بتاعنا، لان في ناس بتعمل غلطه كبيره قوي ان هي بتكسر الصيام بتاعها بكميات كبيره من الميه او كميات كبيره من الاكل. هو الطبيعي بتاعنا ان احنا بمجرد ما بنكسر الصيام بتاعنا على شويه ميه صغيرين او على تمرات قليله وبنروح نصلي وبنرجع ناكل متوسط من الاكل مش كبير، ناكل كميه بسيطه من الاكل وبعد كده بنمارس الشعائر بتاعتنا. لو انت حضرتك شربت ميه كتير قبل ما تبدا تكمل عمليه الفطار بتاعتك مش هتاكل، وفي نفس الوقت ممكن يحصل لك عمليه تاخير الهضم. وفي نفس الوقت الناس اللي ما بتشربش ميه كويس اثناء فترات الافطار بيعرض نفسه لمرحله العطش وهو صايم. فاحنا هنوزع شرب الميه بتاعتنا من اول الفطار لحد السحور على الاقل كل ساعه نشرب جزء كويس من الميه 4 لتر ماكسيمم، وما نشربش ميه كتير في السحور. ازاي عكس المعتقد الناس بتشرب ميه كتير قوي في السحور على اساس انها بقى يعني بتعوض بقى لتاني يوم؟ ما هو اللي انت حضرتك شربته كتير جسمك خرجه دلوقتي مش هتعرف تنام. ايوه، فانت لو انت وزعت شرب الميه بتاعتك من خلال المغرب لحد الفجر مش هتحس بالعطش، وفي نفس الوقت مش هتدخل الحمام كتير. اوكي، بشكر حضرتك على النصائح القيمه، شكرا ليك. لقائنا انتهى بالكابتن احمد عبد الله، لكن انا ومنى الوكيل بنلتقي بيكم مره اخرى مع الشيف علا فتح الباب ونشوف الاصناف الجميله في شكلها النهائي.